أهم العناوين نشوفها. الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للهلال السوداني. عبد الحفيظ يتواصل مع سفير مصر بالسودان لتنسيق رحلة الفريق. إعارة صلاح محسن لسموحة 6 أشهر. الشناوي يجري أشعة للإطمئنان على إصابته. واتحاد الكرة يدرس اقتراحا بتطبيق الفار في الأسابيع الأخيرة بالدوري. ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي، فوز الأمس على النجم الساحلي، مباراة كانت غاية في الأهمية، مباراة تفرق قوي في مشوار النادي الأهلي الأفريقي بالتحديد في هذه المجموعة المتشابكة والأقوى بكل تأكيد بخصوص كل المجاميع اللي موجودة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هي المجموعة الأصعب والأهلي ماشي فيها بشكل جيد، وإحنا الأول حاليا يعني في الجدول للمجموعة، احنا بنحتل المركز الاول برصيد 10 نقاط بعد الجوله الخامسه، بعدين طبعا الهلال والنجم الساحلي 9 نقاط. الامور طبعا يعني مش هتتحسم غير مع نهايه المباراه الاخيره للفرقتين، الاهلي مع الهلال والنجم مع بلاتينيوم. خلينا نتفق ان النجم خلاص يعتبر ايه تاهل، لان المباراه مع بلاتينيوم في رادس فالقصه سهله يعني بالنسبه للنجم، لكن بالنسبه للنادي الاهلي والهلال هتبقى منافسه قويه قوي 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 في مباراه السودان ان شاء الله باذن الله تعالى يوم السبت القادم، واحنا قدها وقدود احنا النادي الاهلي، ونقدر نكسب كمان مش نتعادل بس مع الهلال السوداني. بقى عندنا فرصتين دلوقتي، فرصه التعادل والتاهل وفرصه الفوز والتاهل ايضا، لكن الهزيمه تقصي النادي الاهلي من البطوله لا قدر الله من هذه البطوله، لكن ان شاء الله باذن الله المؤكد المؤكد ان دايما الاهلي هيروح يلعب على الانتصار والفوز، وده طبعا الهدف الاساسي للنادي الاهلي في كل مبارياته، وبخصوص كمان ان انت لما بتروح تلعب مباريات زي دي لو لعبت على التعادل لا قدر الله ممكن تخسر، لا انت بتروح عشان تلعب على الفوز، الفوز هو باذن الله هيحقق الهدف سواء بقى تعادلت او كسبت تصعد باذن الله لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. مباراه كانت كبيره، البعض بيتكلم شويه عن قصه الاداء، ودايما يا جماعه برضه عشان نبقى منطقيين شويه، مش في كل المباريات بيبقى مطلوب اداء خالص، بخصوصا مباريات بحجم مباريات الاهلي والنجم الساحلي، من اكبر الفرق في افريقيا النجم الساحلي في الحقيقه، والمنافسه قويه جدا معاه على البطوله بشكل عام مش بس في المجموعه حاليا يعني، فبالتالي بعض المباريات كده بيبقى الاهم فيها الاهم انك تكسب. دي مباريات تخبيط، مش مطلوب اداء خالص، احنا كنا عملنا بالاداء ايه قبل كده يعني. الاهم دايما انك تكسب، كسبت امبارح خدت 3 نقاط، مش لازم نتكلم في حته الاداء، طبعا بنتمنى اكيد الاهلي يبقى اداؤه كويس في كل المباريات، لكن في حسابات كده وفي مباريات الاهم بالنسبه لك منها انك تاخد 3 نقاط، وده اللي حصل امبارح خصوصا في ظل مجموعه زي دي صعبه جدا، فبالتالي فوز مهم واداء معقول بالنسبه للنادي الاهلي، والنتيجه هي الاهم بكل تاكيد في مشوار هذه البطوله. بالتحديد يا ريت تعرض لنا عمارة صور المباراه تاني بتاعه امبارح. السولية في وجهة نظري يعني في وجهة نظري ووجهة نظر ناس كتير جدا أفضل لاعب في هذه المباراة، الشناوي طبعا تألق وعدد كبير جدا من اللاعبين تألقوا يعني، لكن السولية شخصية قوية قوي في الملعب، لعيب الفترة اللي فاتت بصراحة ماشي بشكل ممتاز آخر سنة يعني السنة دي والسنة اللي فاتت، مؤثر جدا، شخصيته قوية جدا في المباريات الكبيرة، يفرق مع النادي الأهلي دفاعيا وهجوميا، من أبرز اللاعبي خط الوسط حاليا في مصر هو عمرو السولية، فيعني كل التحية لهذا اللاعب بخلاف أليو ديانج. في اول نص ساعة طبعا كان مهتز شوية او كان متوتر شوية، لكن في كورة هي اللي دخلته الماتش، واكيد حضراتكم عارفينها اللي كانت 2-1 ورجع أليو ديانج قطع مسافة كبيرة جدا، سبرنت ممتاز، طلع لعيب النجم الساحلي على طرف الملعب بعد ما كان ممكن يروح على المرمى، وفي الاخر عطل الهجمه، وده دوره في الحقيقه أليو ديانج، وادى مباراه بخلاف اول نص ساعه كانت ممتازه جدا. زي ما قلت لحضراتكم كمان الشناوي بيتالق، والاداء الثابت بتاعه على مدار اخر سنتين برده لعيب وحارس رائع مفيش نقاش عليه يعني. أجاي في المباراة الكبيرة بتلاقيه، أحمد الشيخ امبارح يعني تسبب في الهدف بشكل مميز جدا، وابتدى يبقى عنده الثقة بتاعه المرور 1-1، الفترات اللي فاتت او الماتشات اللي فاتت كان لسه الثقه مش قوي عند احمد الشيخ، لكن مع توالي المباريات وده اللي كنا بناكد عليه امبارح عمل مباراه جيده لحد لما خرج في الشوط الثاني. الكلام بقى على مين؟ الكلام على أليو باجي، وناس كتير جدا بعد ما لعب 3-4 دقائق امبارح تفائلت قوي قوي بأليو باجي مهاجم النادي الاهلي الجديد السنغالي، وفي الحقيقه الراجل يعني لعب حبه قليله قوي،
لكن تقدر كده ايه اللي لاعب كوره ياخد باله. الراجل يعني كورته حلوه على الارض، سريع، طوله مش مؤثر على كنترول على الكوره اطلاقا، يعني لان دايما بنبقى عارفين اللاعبين الطوال كنترولهم على الكوره بيبقى ضعيف شويه. لا لا لا، امبارح بيتحكم في الكوره بشكل جيد جدا، بيقف عليها بشكل ممتاز. هي دي اكيد يعني اساسيات لازم تبقى موجوده عند اي لاعب بالتحديد لما يكون في النادي الاهلي، لكن بالتحديد بنتكلم عليها بسبب طوله الزائد يعني، او طوله يعني الراجل طويل شويه. لكن في كل الاحوال لعيب واضح واضح باذن الله تعالى انه هيكون مؤثر مع النادي الاهلي في خط الهجوم، وفعاليه باذن الله هتظهر خلال الفتره الجايه بالنسبه لاليو بادجي. تفاؤل عند كل جمهور النادي الاهلي بهذا اللاعب، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق لاعب النادي الاهلي الجديد خلال الفتره اللي جايه. الاداره الفنيه المستر فايلر الناس تتكلم عليها برده، لكن دايما يا جماعه احنا مش بنبقى موجودين في التدريبات، احنا ما بنبقاش عارفين ظروف كل ماتش ايه، على زي ما بيبقى عارفها طبعا المدير الفني. مستر فايلر واثقين فيه كل الثقه، يعمل اللي هو عايزه الراجل في الماتشات، الاهم بالنسبه لنا في الاخر النتائج. النتائج بتتحقق لحد دلوقتي سواء محليا او افريقيا، ان شاء الله نتمنى الاستمراريه لمدرب بشخصيه كبيره جدا هو مستر ريني فايلر. عايز بس اعلق على صوره اكرامي والشناوي امبارح، وده او دي صوره ممتازه وبتعكس مدى الروح الموجوده في فريق النادي الاهلي والحب اللي متواجد ما بين اللاعبين. امبارح الشناوي يعني تعرض لاصابه مع نهايه المباراه، قبل انتهاء المباراه بخمس دقائق كده تقريبا، الراجل وقع وقعه صعبه شويه اثرت على ظهره بشكل او باخر، صمم ان هو يكمل المباراه. لكن شريف اكرامي اول ما الحكم صفر نهايه المباراه نزل الملعب مباشره واطمن على الشناوي، ودي الروح الموجوده يا جماعه. انتم متخيلين لعيب او حارس بحجم شريف اكرامي بكم بطولاته مع النادي الاهلي بامكانياته الكبيره وبهذه الابتسامه حتى وهو على الدكه، وبهذه المسانده لزميله محمد الشناوي حتى وهو على الدكه، وهو في منافسه ما بينهم على التواجد التشكيل الاساسي، لكن الاهم واللي بيقود دايما البطولات هي الروح اللي احنا بنشوفها ما بين اللاعبين، وده امر ممتاز جدا من شريف اكرامي وايضا من الشناوي، وحب متبادل ما بينهم، وان شاء الله باذن الله باذن الله نفرح بيهم كلهم مع نهايه البطوله هذا الموسم. ده فيما يتعلق بالمباراه. قصه قفشه امبارح الدنيا قامت ما عادتش، لان قفشه بره السكور خالص، مش موجود في القائمه بتاعه المباراه في ال 18 مش موجود. فالكل تكهن، البعض قال لك اصل هو مصاب، لا قفشه مش مصاب، اصل استبعاد فني. اه دي حقيقه استبعاد فني. طلع بقى الراي الثالث والاخير امبارح بالليل كده، وصوره لقفشه وهو مثلا في ملعب خماسي مع بعض الجماهير بيتصور معاهم او اتنين من الجماهير يعني. فالكل تكهن بقى وقال لك لا ده قفشه كده تم ايقافه او تم معاقبته وقرار انضباطي، والصوره زي ما حضراتكم شايفينها اهي قرار انضباطي لانه مش ملتزم. وكبرنا الموضوع قوي، الناس كبرت الموضوع جدا. خليني اقول لحضراتكم واوضح لحضراتكم الصوره بالتفاصيل بالتفاصيل. اولا اللي حضراتكم شايفينه ده، الصوره دي من امتى؟ هي نزلت امبارح، انا متفق معاكم، لكن الصوره دي من حوالي 15 او 20 يوم قبل كده، من قبل مباراه طنطا والمقاولين، و كانت من خلال مباراه خماسيه، مباراه خماسيه لاصدقاء مقربين جدا لقفشه. يعني هديكم مثال، يعني منهم كان امير كراره طبعا الفنان الكبير كلنا عارفينه. هل قفشه شارك في المباراه دي؟ ما شاركش اطلاقا. قفشه كان قاعد بيتابع وكان موجود مع اصحابه، يعني فنانين اصحابه يعني قريبين منه وكلام من ده، كانت متابعه بس للمباراه، لا شارك ولا في على اللاعب والكلام ده. انا فاكر كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ والامور ما فيش اي مشكله اصلا. احنا دايما بنحاول نكبر الدنيا، بنحاول نخلق لنفسنا ازمات، وخصوصا المشكله ان الازمات بتتخلق من ناس جوانا جماهير النادي الاهلي. لا لازم نتحقق من القصه بالظبط، واحنا بنقول لحضراتكم الحقيقه اهي الكواليس بالظبط ايه. الصوره دي قديمه جدا من حوالي 15 او 20 يوم، وقبل مباراه طنطا والمقاولين لاعبهم محمد مجدي قفشه. لو كان هو الراجل شارك في مباراه الخماسي دي كان الاولى انه من قبل كده هيتم ايقافه، يعني لو يتم معاقبته. فالكلام ده غير حقيقي اطلاقا، وقفشه استبعاده امبارح فني بحت، فني بحت، مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي سبب اخر، لا اصابه ولا موضوع المباراه الخماسيه ده. ودايما انا متعود عن نفسي، يعني انا ما بقدرش اطلع اتكلم في حاجه غير لما اكون متاكد منها. لو في شك ان اللاعب لعب انا مش هتكلم اصلا خالص، مش هقول خالص، مش هوضح، لكن انا متاكد جدا ومن خلال تواصلنا مع يعني ناس كتير قوي اللاعب ملوش علاقه خالص بمشاركه في مباراه خماسيه، والقصه كلها عباره عن صوره طلبت منه يعني الناس تتصور معاه، والموضوع خلص على كده. والراجل اللي نزل الصوره دي نزلها امبارح بس،
واللاعب نفسه حتى كان قايل له عادي ما فيش مشكله ما تنزل الصوره يعني. فدايما احنا بنكبر الامور. خلصنا من تعاقد الاهلي مع مهاجم الجديد، دخلنا في موضوع صالح جمعه، خلصنا من موضوع صالح جمعه دخلنا في موضوع قفشه، نحاول ندور على اي مشكله ونكبر الازمات، واحنا مش وقت خالص الكلام ده. احنا كلنا مسانده ودعم للنادي الاهلي بجماهير كبيره، وخصوصا الفتره الجايه وفتره حاسمه في عدد كبير جدا من البطولات. انت عندك الحسم باذن الله يوم السبت اللي جاي مع الهلال، لازم كل التركيز ما نتكلمش في اي جوانب اخرى، نفضل داعمين للفريق. عندك بعد كده هتخش بقى في الدوري على السوبر، مباراه الزمالك، يعني تحديات كتيره جدا للنادي الاهلي مهمه قوي ان احنا نركز فيها. طيب بالتالي بعد مباراه الامس عندنا بعض الاخبار الهامه جدا بالنسبه للفريق اللي استأنف تدريباته بشكل طبيعي النهارده في تمام الساعه 1 ظهرا استعدادا للمباراه الحاسمه امام الهلال السوداني يوم السبت القادم باذن الله تعالى هناك في السودان. تدريبات النهارده تعتبر تدريبات بدنيه خفيفه واستشفائيه بالتحديد للناس اللي لعبوا المباراه او لعبوا اكبر كما ممكن من دقائق في مباراه الامس، فبالتالي طبيعي جدا لتجنب الاجهاد يبقى تدريبات استشفائيه من خلال مران اليوم، وكان في بعض تدريبات الكره الخفيفه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. وبدايه الاستعداد خلاص لفريق الهلال ابتدت من النهارده، وان شاء الله باذن الله الاهلي يفرح جماهيره يوم السبت الجاي. فايلر كمان بيجتمع مع لاعبي الاهلي قبل المران اليوم واتكلم معاهم بخصوص التحضيرات الفنيه الخاصه بمباراه الهلال السوداني. فيما يتعلق كمان بالكابتن سعيد عبد الحفيظ بيجتمع مع فايلر وكابتن سمير عدلي للترتيب لرحله السودان، ويعني بخصوص كل الترتيبات اللي بتتعلق بموعد السفر ومقر الاقامه هناك والتنقلات وملعب التدريب، كل هذه الامور اللي حضراتكم بتبقوا عارفينها بخصوص السفريات الخاصه بفريق النادي الاهلي، واطمأن عليها مستر فايلر بشكل كبير. احنا عارفين طبعا السفر هيكون يوم الخميس العصر باذن الله، الفريق يوصل يتمرن الجمعه ويلعب يوم السبت المباراه ويرجع لنا كسبان باذن الله تعالى. كابتن سعيد عبد الحفيظ طبعا كمان بخصوص الامور التنسيقيه الخاصه بمباراه الهلال السوداني، يعني تواصل مع سفير مصر في السودان السيد حسام عيسى للتنسيق معاه بخصوص كل الامور تتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي يوم الخميس القادم باذن الله. كمان من ضمن الترتيبات تطعيم فريق النادي الاهلي او لاعبي الفريق قبل السفر للخرطوم، وده امر بيبقى من ضمن الترتيبات والامور الطبيعيه جدا قبل السفر بالتحديد في اي دوله في افريقيا. فيما يتعلق بمحمد الشناوي، محمد الشناوي كلنا قلقنا امبارح قلنا الاصابه صعبه، انا عاجبني كمان ان هو تحامل على الاصابه بشكل يعني تحامل على نفسه وقدر ان هو يكمل المباراه وما خسرش فريق تغيير، ويعني دي سمه من سمات الابطال يعني او لاعب النادي الاهلي. فبخصوص الاصابه يعني هي اصابه بسيطه في ظهره ان شاء الله مش هتعيقه اطلاقا عن خوض مباراه الهلال، لكن في اشعه بتتعمل على ظهر اللاعب عشان يتم الاطمئنان بشكل اكبر. نتيجه الاشعه لسه ما طلعتش، اول ما تطلع هنبلغ حضراتكم بنتيجتها ويعني مدى امكانيه مشاركه الشناوي بدايه من مران الغد باذن الله تعالى. رمضان صبحي بيستكمل برنامجه التأهيلي، واحنا يعني الكل بيتوقع او بيتنبأ ان ممكن رمضان يلحق مباراة الهلال، هيبقى الموضوع صعب شوية، في احتمالات لكن مش هيبقى في اصرار على اشراك رمضان في مباراة الهلال، وده هيترتب على يعني اكتمال البرنامج التأهيلي الخاص باللاعب عشان يرجع يكون لائق بنسبة 100% للمشاركة في التدريبات او المشاركة كمان في المباراة، وطبعا قبلها التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. صلاح محسن لاعب النادي الاهلي اصبح لاعبا لسموحه لمده 6 أشهر بعد ما تم انهاء الاجراءات الخاصه بانتقال اللاعب لسموحه لمده 6 شهور ويرجع بعديها ان شاء الله، ونتمنى له كل التوفيق مع سموحه خلال الفتره اللي جايه. بالمناسبه ده قفشه في تمرين النهارده على فكره، دي لقطات من مران اليوم والامور طبيعيه جدا عشان الناس اللي بتهول الدنيا، بس لا الامور طبيعيه جدا مفيش اي مشكله اصلا خالص، ولو كان في مشكله كان كابتن سيد ما عدهاش يعني حضراتكم عارفين يعني، فقفشه موجود في التدريبات والامر طبيعي جدا يعني. طيب خلينا نروح لتصريحات مهمة جدا لمستر فايلر امبارح بالتحديد في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء هذه المباراة وانطباعاته عن المباراة والاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي كمان للمباراة المقبلة، نروح نشوفها. بنقول احنا سعداء، احنا كسبنا المباراة دي، المباراة كانت قدام خصم كبير زي النجم الساحلي، الماتش كان ماتش بدني، كان فيه يعني في كان حالة بدنية بتاعت الفرقتين كانت كويسة وكان فيه التحامات كتير. احنا الشوط الأولاني أول 45 دقيقة لعبناهم كويس وسجلنا هدف، الشوط الثاني لاحت فرصتين أو أكتر للفريق التونسي كان ممكن يسجلوا،
واحنا برضو حاولنا يعني ان احنا نسجل في الاول الشوط الاولاني عشان عارفين لو سجل الشوط الاولاني او سجل بدري بيقدر يمسك المباراه اكتر، وده اللي حصل وعرفنا نعمله، واحنا مبسوطين ان احنا كسبنا المباراه. طبعا كان فوز مهم بالنسبه لنا عشان ننافس في دوري المجر. بيقول حاجة برضو، انا بحب زي كل مباراه بقول لك بقول نفس الكلام، بتسالوني ليه لعيب بيلعب ولا لعيب ما بيلعبش، انا يعني ما بحبش اوجد اعذار او اتكلم. انا عندي 11 لعيب في الملعب وسبع دكه الاحتياطي ولعيبه بره، اللعيبه كلها عندي مهمه، وقفشه زيه زي اي لعيب تاني مهمه عندي، هيجي وقته هيلعب. اللعيبه كلها بتلعب على حسب ماتشات، مش اكيد في عذر ما لعبش عشانه، بس طبعا مش هقوله في المؤتمر الصحفي، بس ده مش معناه ان هو لعيب مش مهم او في عنده قصور، لا، هو الماتش ده مش ماتش، ممكن يبقى ماتش تاني ماتش. هو بس هو بيقول لك طبعا اول حاجه طبعا طبيعي، انت حضرتك بتقول ان طبيعي الاهلي يبقى على راس المجموعه، بيقولوا فعلا هو ده مكان الطبيعي النادي الاهلي. بيقول لك الماتش زي بتاع النهارده ماتش قوي، وطبعا لازم بتبذل قصارى جهدك، لان طبعا ده في تشامبيونز ليج في بطوله رابطه ابطال افريقيا، واحنا بنشوف بطولات كتير، بنشوف برشلونه ممكن بيخسر في ماتشات، بيحصل مفاجات، فاحنا كنا عايزين نتجنب المفاجات فلعبنا. فعشان كده عشان تلعب عندك اللعيب الجاهز لازم يبقى في سياسه تدوير، لازم يبقى اللعيب بتدي فرصه للاساسي والاحتياطي بنفس الفرصه بكلهم نفس الجاهزيه، عشان يجي ماتش زي ده يبقى اللعيب اللي بتلعبه ممكن يخدم خطتك، وما يبقاش عندك لعيب موجود على الدكه ما كانش بيلعب قبل كده. هو اول حاجه وحضرتك كنت سالت سؤال وما لحقش يرد عليك، شناوي بتقول شغل ميكيلي وشغله، بيقول هو اللي بيعمل شغله كويس، هو بيشتغل على نفسه، ده اي لعيب كبير ومحترف بقدر الكابتن شناوي لازم يعمل ده، ولازم يشتغل على نفسه، هو بيستثمر في نفسه، هو بيشتغل يعني ده ثمار شغل شناوي مع نفسه. اصابته هو لسه ما يعرفش بالظبط الاصابه شكلها ايه، بس بيقول ما دام هو كمل المباراه دي علامه كويسه ان شاء الله، يعني تبقى يعني ما يبقاش في اصابه. بالنسبه للرحله بيقول احنا طبعا احنا لسه مش عارفين، طبعا عارفين الرحله المفروض تبقى يعني ماتش الهلال ماتش مهم، وهنحاول نرتب لها بشكل احترافي، بس احنا لسه ما تكلمناش في تفاصيل الرحله هنطلع ازاي وهنروح ازاي، بس بكره ان شاء الله احنا خلاص النهارده خلصنا الماتش، بكره نبتدي نفكر شوف هنعمل ايه في موضوع نرتب ترتيب السفر للسودان عشان ماتش الهلال. اول حاجه طبعا قفش احنا عارفين امكانياته العاليه وعارفين طريقه لعبه، لعب قبل كده ماتشات كبيره معانا وبيقدم اداء كويس طبعا، بس انا ما بحبش اتكلم اقول لو كان بيلعب كان ايه اللي هيحصل، وانا ما بحبش اصلا في مؤتمرات صحفيه اتكلم على اللعيبه بشكل فردي، بحب اتكلم على الفريق بشكل جماعي. بيقول حياتك طبعا بالنسبه للشوط الثاني مستوى اتغير، طبعا ده في معطيات بتحصل حسب سير المباراه، في ده ماتش زي ما حضرتك تفضلت وقلت دي ده فريق قوي، واحنا بنلعب ضد فرقه كبيره مش فرقه صغيره، فطبيعي ان بيحاولوا يضغطونا عشان يحاولوا يتعادلوا ويرجعوا حتى بنقطه من الماتش، ده طبيعي قدام فرقه كبيره زي دي. فطبعا ده احنا في حاجات متغيرات بتحصل في المباراه بتغير الشكل اللعب من الشوط الاول للشوط الثاني او من فتره لفتره ثانيه بناء على الاداء وبناء على النتيجه. طيب دي كانت تصريحات مستر فايلر امبارح بعد المباراه. خلاص بقى نقفل صفحه مباراه الامس، كسبنا والف مليون مبروك، الاهم باذن الله ان احنا نبارك لبعض باذن الله تعالى يوم السبت القادم التاهل لدور الثمانيه، والهدف الاساسي هو اللقب مش بس التاهل لمجرد دور في بطوله دوري ابطال افريقيا، احنا مستنيين بطوله باذن الله من ابطالنا ابطال النادي الاهلي. بالمناسبه النهارده في ماتشين في بطوله الدوري المصري، حرس الحدود واسوان، المباراه دي انتهت ولا لا يا جماعه؟ 2-1 لاسوان، وايضا في مباراه اخرى مصر مقصه وطلائع الجيش، دي لسه هتتلعب او بتتلعب في هذه اللحظات، ابتدت الساعه 5 مساء. ده فيما يتعلق بمباريات اليوم. امبارح ابطال كره اليد ابطال مصر قدروا ان هم يفوزوا ببطوله الامم الافريقيه هناك في تونس على منتخب تونس في صاله رادس، واهميه الفوز امبارح مش بس اللقب، هو ده اللقب طبعا رقم 7 في تاريخ مصر في بطولات الامم الافريقيه بعد ما وصلنا ل 13 نهائي بنهائي امبارح، كان عندنا 6 بطولات بقى عندنا 7 بطولات، لكن الابطال اللي قدامنا في الصور دول قدروا ان هم يفرحونا. اهميه الفوز امبارح مش بس التتويج باللقب، لا، التاهل مباشره لاولمبياد طوكيو 2020، وده كان هدف من ضمن الاهداف الاساسيه بكل تاكيد. مباراه طبعا طبعا كانت صعبه جدا مع تونس في ملعبها وسط جمهورها، ف يعني اهميه هذا الانتصار وطعمه كمان حلو قوي قوي قوي، لان واخدين البطوله من صاحب الملعب وصاحب الجمهور، وكمان عشان تأهلنا لطوكيو 2020. بصراحة احنا عندنا يعني ايه بنمر بطفرة إيجابية كبيرة جدا في كرة اليد المصرية، عندنا حققنا كأس العالم للشباب للناشئين، طلعنا ثالث في كأس العالم للشباب، فوزنا ببطولة الأمم الأفريقية، تأهلنا للأولمبياد، يعني بصراحة أمر مهم جدا و مفرح جدا بالنسبه للشعب المصري. امبارح كان يوم مصري خالص، سواء من خلال منتخب مصر كره اليد او من خلال
النادي الاهلي وفوزه على النجم الساحلي التونسي. خلينا نرجع لمران النادي الاهلي النهارده ونطمن من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي بخصوص تدريبات اليوم وبدايه الاستعداد للمباراه الاهم بكل تاكيد للنادي الاهلي هذا الموسم مباراه الهلال وكواليس المران. يا توفيق مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، برحب بيك وكل مشاهدينا الكرام وكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا التدريبات وكواليس التدريبات النهارده وبدايه كمان الاستعداد للمباراه المقبله. يعني زي ما انت قلت في المقدمه الحمد لله فوز امبارح مريح على النجم الساحلي بيضمن ان شاء الله بعد الفوز المباراه القادمه للنادي الاهلي الصدر للمجموعه. كان النهارده التمرين خفيف للمجموعه اللي شاركت في المباراه امبارح، بقيت المجموعه شاركت التمرين بشكل كامل. يمكن كان مستر فايلر حريص قبل التمرين يقعد مع العيله ويتكلم كتير، خاصه انت عارف ان الفتره الجايه هتبقى نفسيا اكتر كتير من فنيا في الملعب، خاصه المباراه المقبله اللي بدا الاستعداد بقى بالفعل النهارده امام الهلال يوم السبت الجاي ان شاء الله، وان شاء الله من خلالها هيتحقق حلم الصعود ان شاء الله لدور الثمانيه ومؤسسه ان شاء الله الزحف وتحقيق النجمه التاسعه باذن الله. الشناوي اخباره ايه؟ الشناوي يمكن عمل تمرينات خفيفه جدا النهارده وهيخضع ان شاء الله لاشعه عشان يحدد مدى هل في اصابه هل في اي خطوره عليه، وان شاء الله يعني المؤشرات تدل ان شاء الله مش هيبقى فيها اي حاجه وان شاء الله يكون متواجد باذن الله في المباراه المقبله امام الهلال ويدي الاطمئنان والاريحيه للتيم كله وجماهير النادي الاهلي. يعني مؤشرات ايجابيه بالنسبه للشناوي باذن الله، ويمكن كمان في مؤشرات ثانيه من رمضان النهارده رمضان في الجيم وبعد كده عمل تمرينات خفيفه ومع اخصائي التاهيل كابتن طارق عبد العزيز، وان شاء الله يعني في فرصه قريبه يكون موجود باذن الله. يمكن اعتقد هيبقى بعد ماتش الهلال ان شاء الله يكون رمضان متواجد مع الفريق يعني الهلال. صعب يلحق ماتش الهلال يا توفيق. خلينا نصرح مع بعض، الماتش الهلال هو الماتش صعب ما ينفعش تجازف بنجم كبير زي رمضان فيه، فاعتقد ان هيبقى الاتجاه هيبقى اقوى الاستعانه فيه ان شاء الله من بعد ماتش الهلال، خاصه هو راجع من اصابه طويله وماتش الهلال هيبقى صعب جدا بجمهور، ماتش حاسم على الصعود على المجموعه، هيبقى فيه التحامات هيبقى فيه خشونه شويه، فاعتقد هيبقى فيه خطوره شويه على رمضان يشارك فيه، فان هي تتجه لداخل الجهاز الفني ان شاء الله للاستعانه برمضان ما بعد ماتش الهلال باذن الله. طيب برنامج الفريق حتى موعد السفر يا توفيق هيكون عباره عن ايه؟ هو التدريب بشكل يومي باذن الله، يمكن الفريق ان شاء الله هيسافر عصر الخميس المقبل ان شاء الله، يمكن زي ما انت عارف المسافه من هنا للسودان مش طويله يعني ساعتين طيران بالظبط، اكنك مسافر تلعب ماتش في اسكندريه هنا بس هتسافر باتوبيس فده هيكون سفر بالطياره، فالتمرين هيبقى بشكل عادي لغايه يوم الخميس باذن الله، وان شاء الله عصر الخميس النادي الاهلي يغادر للخرطوم باذن الله ويرجع ان شاء الله متوج بصداره المجموعه وصعود بدور الثمانيه باذن الله رب العالمين. باذن الله يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا اخبار مران اليوم وبدايه الاستعداد لمباراه الهلال المرتقبه باذن الله تعالى يوم السبت القادم، وواثقين كل الثقه في الفريق في الجهاز الفني ان شاء الله يفرحونا بالتاهل وباذن الله كمان يفرحونا بالبطوله السنه دي. امبارح شفنا مقاومات فريق النادي الاهلي مقاومات قويه جدا بخلاف كمان الغيابات اللي عندك، يعني تخيل مثلا امبارح ما كانش موجود قفشه في التشكيل، بعيد رمضان صبحي بسبب الاصابه، الاصابات المختلفه اللي موجوده في صفوف النادي الاهلي، ما بالك لما دول كمان ينضموا لفريق النادي الاهلي في الادوار المقبله، فاطمن وعندنا ثقه كبيره ان شاء الله فيهم كلهم ان هم يفرحونا، وخصوصا امبارح حاجه كانت تفرح جدا جدا جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد على مدار 90 دقيقه وده اللي كان منتظر في الحقيقه منهم، كانوا بيشجعوا النادي الاهلي بشكل قوي جدا وهم احد اسباب الفوز بكل تاكيد امبارح بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الامس، وده امر مهم جدا ومعروف من خلال جمهور النادي الاهلي اللي اكيد هيكون ورا فرقته دائما وابدا خلال الفتره اللي جايه واللي منتظر بفارغ الصبر عوده بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. طيب دي كانت بعض الأخبار الهامة جدا مع بداية حلقة اليوم، أنا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقة كلام في الميديا، استنوا. أخبار الأهلي في الصحف نشوفها. الأهرام الأهلي يحتفظ بأماله الإفريقية وتصدر قمة مجموعته، فاز على النجم الساحلي بهدف أجاييه ويحتاج نقطة لضمان التأهل. الأخبار الأهلي انتصر واجتاز الخطر، بطل مصر يثأر من النجم بهدف أجاييه ويتصدر مجموعته انتظارا للحسم في السودان بإذن الله. أخبار الرياضة انتصار مهم قبل جولة الحسم، الأهلي يطفئ النجم ويتصدر مجموعته الإفريقية.
الأخبار المسائي، قمة الصقر، الأهلي يهزم النجم وينتزع صدارة المجموعة بدور الأبطال وبدجي يظهر. الشروق، فايلر، تباين الأداء بين الدوري والبطولة الإفريقية أمر طبيعي. الوفد، حسم ملف تجديد الرباعي الكبار بعد موقعة السوبر، الأهلي يطير الخميس إلى السودان ويحفز لاعبي بالمكافآت. أخبار الرياضة، الحاوي يجدد كالعادة على بياض، حسم مصير فتحي قلب الأسد خلال ساعات. الشروق، وليد سليمان يرفض الرحيل عن الأهلي، اللاعب أخطر النادي برغبته في تجديد عقده على بياض ويؤكد لعبد الحفيظ إغلاق ملف الدوري الإماراتي. روزال يوسف، عودة الوحش رمضان جاهز لبيراميدز والزمالك. طيب نبتدي بالأهرام، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الكلام كله عن مباراة الأمس، وده أمر طبيعي جدا لمدى أهمية هذه المباراة يعني، والكل كان متابع ومترقب لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، والحمد لله النتيجة خرجت زي ما احنا عايزين في انتظار التأهل من السودان بإذن الله تعالى. الأهلي يحتفظ بأماله الإفريقية، وأماله ما كانتش راحت أصلا أو ما كانتش تبخرت إطلاقا يعني، الأمال كلها موجودة بالنسبة للنادي الأهلي ويتصدر مجموعته. فاز على النجم الساحلي بهدف أجاييه ويحتاج نقطة لضمان التأهل، واحنا في انتظار النقطة دي، مش عايزين نقطة، احنا عايزين 3 نقاط كمان، ده أمر مهم. والأهلي دايما زي ما حضراتكم عارفين بيلعب على الفوز في كل المباريات اللي بياخدها، والهدف الأساسي والتركيز كله بإذن الله على 3 نقاط في مباراة الهلال السوداني. طبعا هي مباراة صعبة جدا، جمهور السودان وجمهور الهلال جمهور كبير وهيبقى مؤازر لفريقه، لكن احنا عندنا لاعبين وأبطال بشخصية قوية جدا جدا يقدروا يتحملوا أي ضغوط هتبقى قدامهم في هذه المباراة وهذه المواجهة الكبيرة، ويقدروا يتخطوا عقبة الهلال والتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. نروح للأخبار، واللي بتقول في عنوانها إن الأهلي انتصر واجتاز الخطر. الأهلي انتصر طبعا، لكن الخطر لسه قائم، عشان نبقى متفقين ومنطقيين مع حضراتكم، لسه احنا في خطر اكيد، طالما انت بتنافس ما حسمتش التأهل يبقى انت لسه يعني الامور بالنسبه لك ما انتهتش، لازم تشتغل على تجنب مخاطر الخروج من بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله نبقى قادرين وجاهزين للموقعه يوم السبت القادم. بطل مصر يسأر من النجم بهدف أجاييه، يعني في إشارة للهزيمة الأولى بالنسبة للنادي الأهلي أمام النجم هناك في تونس. موضوع مش موضوع صقر على قد أنه موضوع خاص بالتأهل وحسابات هذه المجموعة، يتصدر مجموعته انتظار الحسم في السودان بإذن الله تعالى، ده أمر معروف. أخبار الرياضة، واللي بتتكلم على مدى أهمية هذا الانتصار قبل جولة الحسم، وأن الأهلي يطفئ النجم ويتصدر مجموعته الأفريقية. الميزة في المباراة القادمة في الحقيقة يعني بعد الفوز بالتحديد على النجم، ان انت بقى عندك فرصتين، فرصة التعادل وفرصة الفوز. احسن ما كنت تروح وانت عندك فرصة واحدة بس وهي الفوز على الهلال، ف يعني ده أمر مهم، لكن دايما خليني أكد على حضراتكم ان التركيز على الفوز على الهلال في كل الأحوال، بغض النظر عن ان انت لو تعادلت ممكن تصعد برضو يعني، ده أمر معروف. خلينا نروح لخبر آخر من الشروق، واللي بتتكلم على التصريح لمستر فايلر، هو التصريح ده كان قبل المباراه يعني قبل مباراه امبارح في المؤتمر الصحفي، واللي اتكلم على تباين الاداء بين الدوري والبطوله الافريقيه امر طبيعي. احنا يا جماعه بنحاول دايما يعني، الناس بتحاول يبقى في مقارنات ما بين الاهلي في افريقيا، ونقعد نهز في ثقه الفريق ان الاهلي في افريقيا مش زي في الدوري، رغم ان معروف للكل يعني المنافسه في الدوري، في منافسه قويه زي ما قال مستر فايلر، في منافسه طبعا، لكن مش زي بطولة دوري ابطال افريقيا اطلاقا، لان انت بتلعب ابطال كل دوله في افريقيا يعني، منافسه اقوى، اهداف مختلفه ودوافع مختلفه عند كل الفرق، فطبيعي هتلاقي صعوبات في اي مباراه، صعوبات في التاهل للادوار المقبله، ده امر طبيعي جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. مش منطقي ان انت هتلاقي الاهلي بيمشي في افريقيا زي ما هو ماشي في الدوري يعني، لان المنافسه فعلا مختلفه، بخلاف طبعا السفر وعدد الساعات الخاصه بالطيران والاجهاد اللي ممكن بيتعرض ليه لاعبي النادي الاهلي. فده كان كلام يعني مستر فايلر قبل مباراه الامس. خلينا نروح للوفد، واللي بتتكلم عن حسم ملف تجديد الرباعي الكبار بعد موقعه السوبر. ولو يعني تاخدوا بالكم حضراتكم ان احنا كل فتره كده تلاقي خبر يقول لك بعد الماتش الجاي هيحسموا موضوع الرباعي الكبار، طب خلاص لا، اصل بعد الماتش اللي بعده موضوع الرباعي الكبار هيخلص، ومحدش عارف التوقيت امتى اللي هيخلص فيه،
الملف ده غير المسؤولين في النادي الاهلي، هم محددين توقيت معين ومناسب لفتح هذا الملف وانهائه. لكن خليني اقول لحضراتكم ان في ترحيب كبير جدا من رباعي النادي الاهلي، وهم لعيبه كبار وعندهم تاريخ كبير مع النادي الاهلي، مش سهل اطلاقا ان هم يخرجوا من النادي رغم ان هم عندهم بعض العروض، حتى لو عروض شفهيه او من وكلاء يعني. فالامر بسيط يعني، الاهلي يطير الخميس الى تونس، ده امر معروف، ويحفز لاعبيه بالمكافئات. يعني اللاعبين متحفزين كده كده لان اهداف معروفه، وهم اهم شيء بالنسبه لهم طبعا اسعاد جمهور النادي الاهلي، لان البطوله كمان يعني بعيده عن النادي الاهلي بقى لها فتره كبيره، مش لعيبه النادي الاهلي ممكن تكون بتلعب يعني عشان مكافاه ومنتظره مكافاه زياده وكلام من ده يعني. هم لما بيبقوا موجودين في النادي الاهلي فهي بتبقى فرصه بالنسبه لهم عشان يسطروا تاريخ ليهم. الاهلي كده كده عنده تاريخ كبير جدا، الاهلي مليء بالالقاب العديده في دوري ابطال افريقيا، اي حاجه، اي بطوله. الاهلي ثالث كاس العالم للانديه في 2006، شارك في كاس العالم مرات عديده، فيعني كل الامور دي موجوده في النادي الاهلي. لكن اللي مش موجود للاعبين الحاليين هي بطوله دوري ابطال افريقيا، وان هم يقدروا يسطروا تاريخ ليهم مع النادي الاهلي، وهي فرصه بالنسبه لهم طبعا انت موجود داخل القلعه الحمراء يعني. نروح لاخبار الرياضه، واللي بتتكلم ايضا بخصوص ملف تجديد الرباعي، وبالتحديد بتتكلم عن الحاوي وليد سليمان احد نجوم النادي الاهلي خلال المواسم السابقه، والموسم ده كمان بيتالق بشكل كبير جدا. بيقولوا ان هو يجدد كالعاده على بياض، وده امر طبيعي ومنتظر من وليد يعني. الراجل حبه وعشقه للنادي الاهلي معروف يعني من قبل ما يجي النادي الاهلي كمان يعني. حسم مصير فتحي قلب الاسد خلال ساعات، ايضا الموضوع ان شاء الله يعني هيخلص، مش عايز اقول لحضراتكم خلال قد ايه وكلام من ده. احنا في انتظار النادي الاهلي يعلن رسميا نتائج الملف ده هتكون عباره عن ايه يعني. لكن الواثقين منه زي ما قلت لحضراتكم ان الرغبه متبادله بالتحديد من لاعبي النادي الاهلي طبعا، هم يكونوا موجودين ورافضين اي عروض ممكن تجيلهم الكلام ده، ومتمسكين بالاستمرار مع النادي الاهلي. الشروق بتتكلم في نفس الملف برضه، لكن احنا لازم نعرض لحضراتكم كل الكلام اللي في الصحف يعني. بيقول لك وليد سليمان يرفض الرحيل عن الاهلي، وان اللاعب جاي له عرض من الدوري الاماراتي، وان هو اكد على الكابتن سيد عبد الحفيظ، والخبر ده صحيح على فكره يعني، يعني ده حقيقي ان فعلا كان وليد سليمان بعض كلمه بخصوص عرض في الدوري الاماراتي، لكن اللاعب متمسك جدا بتواجده في النادي الاهلي. طبعا مفيش حاجه رسميه خرجت على لسان وليد او على لسان النادي الاهلي يعني، لكن هو موضوع حقيقي ان كان في بعض الوسطاء اللي هم حاولوا ان هم يعني يستغلوا فرصه ان وليد خلاص عقده ناقص فيه 6 شهور، انه بعد كده يروح الامارات، لكن وليد متمسك طبعا بتواجده في النادي الاهلي. تعالوا نروح لروزل يوسف، واللي بيتكلموا عن عوده الوحش. طبعا هو الوحش وحشنا جدا رمضان صبحي، مفتقدينه والفريق مفتقده من الجانب الفني بالتحديد، ان شاء الله يعود قريبا جدا. لو ما شاركش في مباراه الهلال هيكون جاهز باذن الله فعلا لمواجهه بيراميدز والزمالك، واحنا عندنا الزمالك ماتشين كمان سوبر ودوري، طبعا هتبقى مباراه قويه جدا منتظرنا بكل تاكيد. بس الاهم بعد حسم الملف الافريقي والانتهاء مؤقتا من الملف الافريقي بالتاهل لدور الثمانيه، نتفرغ بقى للمنافسات المحليه باذن الله تعالى. يرجع علينا رمضان صبحي، يرجع علينا بعض المصابين، والكل يكون لائق ومتاح لمستر فايلر فيما هو قادم من مواعيد هامه جدا محليا وافريقيا باذن الله تعالى. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف واخبار الاهلي في مواقع انشوف. يلا الوطن سبورت، الخطيب يطمئن على محمد الشناوي في مكالمة هاتفية. في الجول الأهلي، كاف أبلغنا بإسناد مباراة الهلال لحكم مغربي. اليوم السابع، حسام عاشور يتحدى الجميع، لا يوجد شخص يجبرني على الاعتزال. سوبر كور، حمدي فتحي يكشف موعد عودته للملاعب وعلاقته بفايلر. مبتدا، الاهلي يحسم مصير عمار حمدي مع الفريق. الوطن سبورت بتتكلم عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تواصل مع محمد الشناوي بعد مباراه الامس للاطمئنان على حالته بعد الاصابه اللي تعرض ليها، وده احد المقربين يعني. محمد الشناوي اكد ان المكالمه دي كانت موجوده ما بين الكابتن محمود الخطيب، وفي الحقيقه يعني الكابتن محمود الخطيب دايما بيحاول يطمن على ابنائه في النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم كمان، خصوصا في ظل الفتره الصعبه جدا من حيث المباريات والضغوط العديده على فريق النادي الاهلي، وده دور رئيس النادي دايما، ودور اسطوره كبيره ولاعب كبير جدا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. نروح لفي الجول،
والاهلي بيقول من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ان الكاف ابلغنا باسناد مباراه الهلال لحكم مغربي اللي هو الحكم رضوان جيد الحكم المغربي المعروف والادار مباراه الاسماعيلي والاتحاد امبارح واللي تاهل من خلالها الاسماعيلي في البطوله العربيه. وكان في كلام خلال الساعات السابقه بالتحديد بعد انتهاء مباراه الامس امام النجم الساحلي ان الحكم الجنبي بكاري جسامه هو اللي هيحكم مباراه الهلال. فطبعا اكيد كان في تخوف طبيعي عند الجماهير، يعني كنا فعلا الحكم اللي هيجي، لان احنا عارفين طبعا كل المواقف اللي حصلت مع بكاري جسامه، يعني مواقف كلها ما تتنسيش، يعني الراجل تسبب في اخفاقات عديده او هزايم عديده بالنسبه للنادي الاهلي بسبب ادارته للمباريات مش بسبب النادي الاهلي. ممكن يكون في اسباب يعني فنيه بسيطه، لكن في نفس الوقت يبقى الحكم ليه دور كبير جدا في المباراه، لازم يكون حيادي عشان تقدر تقيم بقى انت فنيا حلو ولا وحش. فالكل كان متخوف في موضوع بكاري جسامه، لكن الخطاب الرسمي اللي جه للنادي الاهلي طبقا للكلام اللي قاله الكابتن سعيد عبد الحفيظ من الاتحاد الافريقي لكره القدم ان الحكم لمباراه الهلال هيكون المغربي رضوان جيد. نروح لليوم السابع، الكلام على حسام عاشور، وقالنا اسبوعين كده بنتكلم على موضوع حسام عاشور واعتزاله، والموضوع غير مطروح بالنسبه لحسام عاشور على حد تعابيره وكلماته اللي قالها في مداخله هاتفيه بالامس تلفزيونيا، وقال ان مفيش اي شخص يجبرني على الاعتزال، وان هو قادر ان يشتغل 2-3 كمان مع النادي الاهلي، وان هو عنده طموح كبير جدا مع الفريق وعنده دوافع كتيرة خلال الفترة اللي جاية هيقدر ان هو من خلالها يحقق كل طموحاته واحلامه مع النادي الاهلي. دايما القرار بيبقى للاعب، هو نفسه قال كده، انا لما احس ان انا مش قادر العب هقول، لكن طبعا احنا عندنا قيمة كبيرة جدا ولاعب تاريخي وحسام عاشور موجود معنا في النادي الاهلي، نتمنى له يا رب كل التوفيق دايما مع فريقه. تعال نروح لسوبر كورة، وحمدي فتحي ايضا في لقاء تلفزيوني كان بيتكلم على موعد عودته للملاعب وعلاقته بفايلر، يعني ميعاد عودته للملاعب قال في شهر 5 يقدر يشارك في المباريات باذن الله. احنا عارفين ان هو عنده قطع في غضروف الركبه بيتعالج منه خلال الفتره الحاليه، بعض التدريبات العلاج الطبيعي بعض التدريبات التاهيليه قبل عودته ان شاء الله للتدريبات الجماعيه، وهيسافر المانيا هيقعد شهر ويرجع، لسه يعني مش هيسافر دلوقتي، هيسافر في شهر 2 يعني ويرجع، وبعد كده ان شاء الله يكمل البرامج الموضوعه ليه في اطار عودته للملاعب باذن الله تعالى. اتكلم كمان على علاقته بمستر فايلر وقال ان الراجل مقتنع بيا جدا، دي كانت كلمات حمدي فتحي، وفعلا مين ما اقتنعش بحمدي فتحي، لعيب في خط وسط اي فريق يضيف لي بكل تاكيد، يعني قدرات دفاعيه هجوميه تهديف تسديد صناعه الاهداف، مقاومات عالميه في الحقيقه بالنسبه لحمدي فتحي، مفتقدينه طبعا مفتقدينه جدا في عدم تواجده مع النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه بسبب الاصابه، لكن ان شاء الله يعود سريعا للفريق ويكون اضافه بكل تاكيد. مبتدا والكلام عن عمار حمدي وان الاهلي يحسم مصير عمار مع الفريق، ويعني لسه المصير اللاعب ما تمش حسمه بشكل كبير جدا او بشكل رسمي لحد دلوقتي، في عروض طبعا لعمار من انديه مختلفه في الدوري المصري، لكن قرار النهائي لسه النادي الاهلي ما اقرش بيه، هنشوف بخصوص عمار حمدي. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه نشوفها يلا. موقع الكابتن، اتجاه لظهور الكرة الموحدة في الدور الثاني من الدوري هي مسهلة. اليوم السابع، اتحاد الكرة يدرس اقتراحا بتطبيق الفار في الأسابيع الأخيرة بالدوري. سوبر كورة، جمال الغندور يطالب الحكام بالتركيز ويهدد الخطأ بإيقاف شهرين. البوابة سبورت، أخطاء الغندور تهدد مشاركة حكام مصر في مونديال 2022. بوابة الوفد، جهاد جريشة يرفض تدخل الوسطاء لحل أزمته مع لجنة الحكام. الجمهورية أونلاين، مدرب النجم الساحلي ورشح الأهلي لنهائي أفريقيا. الفجر الرياضي، مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي. بوابة أخبار اليوم، محمد صلاح ينهي أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت. في الجول، ليفربول بدأ إجراءات تنظيم احتفال الفوز بالدوري. وأخيرا بطولات، يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع ميلان قبل نهاية الميركاتو. نبتدي بموقع الكابتن بخصوص الأخبار المحلية خلال الفترة الحالية، واتجاه لظهور الكرة الموحدة في الدور الثاني
من بطولة الدوري. واضح ان الدور الثاني ده هيشهد بعض الامور المختلفة، سواء الكرة الموحدة وان هي تبقى موجودة خلاص، يعني كرة خاصة باتحاد مصر لكرة القدم ليها شركة هي يعني اللي هتمد بيها الاندية والاتحاد عشان يلعبوا المباريات كلها بنفس الكرة، كرة تكون رسمية للاتحاد يعني. وموضوع الفار هنشوف هل هيطبق فعلا ولا لا، عندنا خبر عن الفار هنتكلم فيه بعد قليل. لكن بالتحديد فيما يتعلق بموضوع الكره الموحده ده، احنا عارفين قبل بدايه الموسم كان في وعود ايضا ان هي تكون موجوده مع بدايه الموسم، لكن ما حصلش، مش عارفين ايه السبب، وخصوصا ان حصل موقف طريف جدا. احد اللاعبين في مباراه من المباريات، مش متذكر انهي مباراه، جاب هاتريك والراجل عايز يخرج بالكوره ياخد الكوره بتاعته، فكان ماتش حرس الحدود اعتقد وطلع الجيش، ياخد الكرة واحد جايب هاتريك، احنا عارفين في العالم كله بيحتفظوا بالكرة ياخدوها ويخرجوا بيها يعني عادي، فما ينفعش ياخد الكرة لان المباراة كانت بتاعة طلائع الجيش اللي هو احرز فيهم 3 اهداف، الكرة بتاعتهم هم، فالتقاليد دي مش عندنا شوية يعني. ففي كل الاحوال مهمة قوي موضوع الكرة الموحدة، يعني مش كل ماتش نلاقي كرة مختلفة، بقى كرة بتاعة الشامبيونز ليج الاوروبي وكرة مش عارف بتاعة الدوري الانجليزي بيلعب بيها الاندية هنا في الدوري المصري، وكرة بتاعة كأس العالم وكرة، الكلام ده المفروض يعني الدوري المصري يكون عداه من فترات كبيرة. لكن المهم ان هيتم توريد هذه الكرات يعني للاندية كلها والاتحاد طبعا اولا، ويتم ارسالها للاندية، وبعد كده هنشوف ممكن امتى تكون موجودة، ما بيقولوا في الدور الثاني هنشوف. الخبر اللي بعده اليوم السابع، والكلام على ان اتحاد الكره يدرس اقتراحا بتطبيق الفار في الاسابيع الاخيره بالدوري. يا جماعه هتطبقوا الفار امتى؟ بدايه الدور الثاني ولا في الاسابيع الاخيره في الدوري ولا مع بدايه الموسم الجديد؟ يعني يا ريت يبقى في استقرار على الميعاد المحدد او الميعاد النهائي لتطبيق هذه التقنيه، خصوصا ان الكلام كتير جدا، مش عارف ليه ما فيش حد من اتحاد الكره بيطلع يصرح بكلام نهائي او قرار نهائي بخصوص موعد تطبيق تقنيه الفار. فبيقول لك يعني في حاله عدم تمكن الاتحاد من تطبيق تقنيه الفار مع بدايه الدور الثاني، ففي اصوات بتقول داخل الاتحاد يعني احنا ممكن نحاول نطبقها مع نهايه الدوري يعني عشان يبقى تمهيد لتطبيق التقنيه من بدايه الموسم الجديد، خصوصا كمان ان لازم يبقى في الاتحاد الدولي يمنح رخصه حكام الفار للحكام المصريين. عندنا عارفين طبعا 54 حكم بيتمرنوا على تطبيق التقنيه وكيفيه استخدامها، ممكن في الاخر الاتحاد الدولي يدي رخصه ل 15 او 20 حكم، دول مش كافيين اطلاقا لمباريات الدوري المصري بخصوص تطبيق هذه التقنيه. عموما هنتابع ونشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، لكن الامر صعب في الحقيقه ان هو يبقى مع بدايه الدور الثاني، رغم تاكيدات بعض المسؤولي اللجنه الخماسيه داخل الاتحاد المصري للكره القدم. يا رب هم يكونوا صح والتقنيه تطبق بدايه من الدور الثاني، لان احنا داخلين على جولات الحسم بقى مع بدايه الدور الثاني بكل تاكيد، سواء في المنافسه، مش عايز اقول على القمه، احنا ان شاء الله ماشيين فيها بشكل جيد، لكن ممكن المنافسه على المربع الذهبي والمنافسه على القاع يعني في بطوله الدوري. سوبر كوره، وبتتكلم على جمال الغندور رئيس لجنه الحكام الاتحاد المصري لكره القدم، وان هو بيطالب الحكام بالتركيز ويهدد الخطا بايقاف شهرين. ماشي يعني، ما يعني مش عارف هل التصريح ده فعلا على لسان الكابتن جمال غندور ولا لا، لكن لو على لسانه اعتقد ان هو غير موفق فيه اطلاقا. يعني ليه؟ لان احنا متعودين دايما ان قراراته هو نفسه بينتقد، لو التصريح ده على لسانه في متن الخبر بينتقد تصرفات جهاد جريشه، وان هو طلع خطاب رسمي من الاتحاد على السوشيال ميديا وفي وسائل الاعلام وكلام من ده، فمن كان من باب اولى ان رئيس لجنه الحكام ما يتكلمش بخصوص اي حاجه وبخصوص اخطاء الحكام، بالعكس هو يشتغل يبقى في فعل ويبقى في معالجه لاخطاء الحكام. التهديد ده كمان ان الخطا بايقاف شهرين، فانت كده بتضغط الحكام بشكل اكبر، لما في ضغط كبير فالاخطاء هتكون اكتر بكل تاكيد، لكن لما يكون في معالجه سليمه لوضعيه الحكام وكيفيه تطوير مستواهم، ده اللي هيجيب النتائج الايجابيه بالنسبه لتحكيم مصر. نتمنى التوفيق ليهم بشكل عام. البوابه سبورت، والكلام برضو على موضوع القائمة الدولية للحكام المصريين واللي تم إرسالها للاتحاد الدولي، والمشكلة كبيرة جدا في القصة دي في الحقيقة. جهاد جريشة اتكلم في الموضوع ده بشكل كبير، واعترض على ان هو في المركز الثالث في القائمة الخاصة بالحكام الدوليين اللي تم إرسالها للفيفا بعد إبراهيم نور الدين وبعد أمين عمر، وشايف ان ده كان حقه، خصوصا هو مصنف رقم واحد دايما في آخر 5 6 سنين. فالقصه دي بتقول يعني ممكن ده يهدد مشاركه حكام مصر في مونديال 2022 بسبب المشاكل والازمات الموجوده في لجنه الحكام ومع الحكم جهاد جريشه، اللي ايضا ليه تصريح او ليه كلام في البوابه او بوابه الوفد، وبيتكلم على ان جهاد جريشه يرفض تدخل الوسطاء والبعض حاول يتدخل لحل ازمته مع لجنه الحكام، والموضوع يعني لسه ليه توابع كثيره خلال الفتره اللي جايه هنشوف نتائجه ايه. طيب خلينا نروح للجمهوريه اونلاين.
الجمهوريه اونلاين بتتكلم على ان مدرب النجم الساحلي اللي هو جريدو بيرشح النادي الاهلي لنهائي افريقيا، وده كان كلامه بعد مباراه الامس، وقال ان الاهلي عنده كل المقومات اللي تقدر تاهله لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. نتمنى يا جريدو باذن الله ان احنا نوصل وناخد اللقب كمان ان شاء الله تعالى. تعال نروح للفجر الرياضي، وده خبر انا بشوفه مهم قوي. ليه بقى؟ بيقول لك مدرب الهلال يتوعد الاهلي. عايزين يا جماعه نحذف المصطلحات دي بتاعت يتوعد وما شابه هذه التصريحات او هذه المصطلحات، يعني ليه؟ لان احنا في الاخر اشقاء، السودان والشعب السوداني وجمهور الهلال كلهم اشقاء للشعب المصري وجمهور النادي الاهلي. الموضوع يا جماعه موضوع كره قدم، مش عايزين نضخم الحدث، نعمل مشاكل كبيره جدا قبل المباراه، مش عايزين نشعل الاجواء اطلاقا. الدنيا هاديه، والاهلي والمصريين كلهم اللي هيأزروا النادي الاهلي في مباراه الهلال رايحين بلدهم الثاني في السودان يعني. فالموضوع بسيط. هو مدرب يعني الفاتح النكر قال ان احنا مش هنضيع فرصه التاهل من هناك، ومن خلال المباراه طبعا هنكون على ملعبنا وهنلعب على نقاط المباراه الثلاثه، وتصريحات طبيعيه جدا لاي مدير فني يعني بيفكر في المباراه اللي جايه بالنسبه له يعني، خصوصا مباراه مصريه زي دي. لكن ما فيش توعد ولا حاجه، العلاقات دايما جيده يا جماعه. طيب خليني اخد اخر خبرين كده على مين سريعا عشان استقبل ضيفي العزيز النهارده. نروح لفي الجول. في الجول بيتكلموا على ان ليفربول يبدا اجراءات في تنظيم احتفال الفوز ببطوله الدوري. احنا عارفين ليفربول ماشي بشكل جيد جدا في بطوله الدوري، عنده مباراه مع ويست هام يوم الاربعاء اللي جاي، لو كسب هيبقى فارق مع مانشستر سيتي المركز الثاني 19 نقطه، فهيقترب بشكل كبير جدا من حصد بطوله الدوري بعد 30 عام من الغياب عن الفوز بهذا اللقب. يقال ان هم ابتدوا يتفقوا بقى مع موضوع الاتوبيس المكشوف يعني عشان يحتفلوا بالدوري، زي الصوره دي كانت طبعا لما فازوا بالتشامبيونز ليج الموسم اللي فات، واخر مباراه اليوم على ارضهم. يعني بيقولوا الميعاد المقترح هيكون يوم 18/5 للاحتفال، واخر مباراه على ارضهم هتكون مع تشيلسي يوم 9 مايو. من المرجح ان هم يحسموا اللقب لو مشيوا بهذه النتائج في الدوري مع مانشستر سيتي في شهر ابريل، لو كمان مانشستر سيتي كسب مبارياته المقبله. طبعا نتمنى كل التوفيق عشان خاطر محمد صلاح نجمنا المصري. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينضم لي زميلي العزيز والناقد الرياضي بروزل يوسف ماجد غراب، وحديث مهم جدا بالتحديد عن النادي الاهلي وبعض الاخبار المحليه. استنونا بعد الفاصل. ماجد غراب الناقد الرياضي بروزل يوسف وزميلنا العزيز ماجد، منورنا ومشرفنا. حبيبي امير تحياتي ليك، وبتشرف ان اول ظهور ليا في قناه النادي الاهلي يكون مع مذيع موهوب. ربنا يخليك. ليه كاريزمته وليه طابع مميز وبيحظى بمصداقيه كبيره لدى كل شور. الجماهير الاهلاويه، وكمان ليك معجبين كتير في الكره المصريه، ما شاء الله عليك يا امير. بشكرك يا ماجد، شكرا جزيلا، انت منورنا ومشرفنا بكل تاكيد. أوكي. عندنا حديث طويل النهارده بخصوص النادي الاهلي وبعض الامور المحليه كده اللي هنتكلم فيها وننقش فيها شويه. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي ورايك في مباراه الامس وفرص النادي الاهلي في التاهل بخصوص خصوصا في ظل هذه المنافسه القويه جدا في المجموعه المعقده مجموعه الاهلي. بص طبعا لا صوت يعلو على صوت المنافسه الشرسه اللي موجوده في المجموعه بالزبط. الثانيه كل المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا تقريبا الرؤيه اتضحت، والمجموعات اللي الرؤيه فيها لسه لم تتضح، بعد المشكله بس مين اول مين تاني، لكن الصراع كله في المجموعه الثانيه. الاهلي والنجم الساحلي، فوز مهم، محدش يقدر يقول تلت التلاته كام كويس. صعود لقمه المجموعه هدف كلنا كنا بنتمناه، كلنا كنا بننتظره. لكن وانا كنت بتفرج على بدايه الحلقه سمعت رايك في بعض التحفظات الخاصه بالاداء. انا مش قصتي الاداء او ان احنا نوصل للهدف الخاص بالمباراه بالفوز، لان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي في البدايه كده اول ما تشوف اي اوراق اي مجموعه كل المنافسين بيعملوا ألف حساب للنادي الأهلي. طبعًا النادي طبعًا. الأهلي بتاريخه بأرقامه بشعبيته ببطولاته بيبقى عنده الأسبقية والأفضلية اللي بتخلي كل المنافسين يعملوا له ألف حساب. لكن المعضلة فين؟ المقارنة اللي شغالة بين أداء النادي الأهلي في الدوري المحلي وأداء النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. طبعًا. المعضلة فين كمان؟ المقارنة بين أداء النادي الأهلي مع ريني فايلر نفسه في بداياته ومن خمس ست مباريات مثلا، تحديدا الفتره اللي هي ما قبل اصابه رمضان صبحي، ثم اداء النادي الاهلي مع ريني فايلر
بعد إصابة رمضان صبحي. تمام. النادي الأهلي مع ريني فايلر في الفترة اللي كلنا حالة من الإعجاب الشديد وكل الكومنتات كانت إيجابية للغاية، كان دايما هو معودنا على حاجات بعينها غابت مؤخرا، هو اللي عودنا على فكرة. يعني فايلر هو اللي عودنا على نشوف رمضان ناحية الشمال، نشوف أفشة، نشوف حسين الشحات، نشوف أجاييه، أحيانا مروان، أحيانا أزارو قبل ما يخرج للإعارة. التوليفة دي كانت عاملة نجاحات كبيرة للنادي الأهلي. تمام. عاملة 35 هدف في بطولة الدوري، النادي الأهلي في 12 مباراة لم تهتز شباكه غير مرتين. تعال بقى قارن مثلا في دوري ابطال افريقيا، تلاقي النادي الاهلي في 5 مباريات في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات هتلاقي ان اهتزت شباكه 3 مرات والاهلي سجل 6 اهداف. قارن بين المعدل هتلاقي ان في الدوري الاهلي بمعدل تقريبا يقترب من 3 اهداف في كل مباراه لمعدل هدف وجزء من هدف كده في دوري ابطال افريقيا. أنا شايف إن الأمور دي ليها أسباب. أسباب؟ أكيد. ولا عشان المنافسة مختلفة أفريقياً عن محلياً؟ قوة الفرق الأفريقية، مش بقلل طبعاً من الأندية المحلية إطلاقاً يعني، نتكلم إن المنافسة قوية طبيعي جداً في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة قارية. هكلمك عن قناعاتي. اتفضل. المنافسة لم تبدأ بعد في دوري أبطال أفريقيا. أكيد. دوري أبطال أفريقيا موجودة برضه فرق قوية اللي معاك في المجموعة. هكلمك برضه عن النقطة دي. اتفضل. المنافسة الحقيقية أنا مش عاوز أسبق بخطوة، إحنا لسه الأمور شائكة، فأنا بتكلم إزاي نخرج من القصة اللي إحنا موجودين فيها. تمام. وبعد كده نتكلم على مرحلة تانية بمنافسات تانية بفرق تانية بأجواء تانية بجماهير تانية بظروف تانية. لكن أنا بتكلم على النادي الأهلي، النادي الأهلي في المقابل النجم السادس في الدوري التونسي. نتكلم عن النادي الأهلي الهلال السوداني. النادي الأهلي النهاردة لو هو جاي من بلاتينيوم معاه 3 نقاط ودول كانوا هيبقوا 3 نقاط منطقيين للغاية للغاية. القصة كانت اختلفت تماما وما كانش هندي لمباراة الهلال نفس القدر من الأهمية ونفس القدر من الحساسية. لكن ليه انا هقول لك انا ليه؟ انا هقول لك بس على حاجة. انت دلوقتي لو كنت كسبت بلاتينيوم كان هيبقى عندك كام نقطة؟ هتبقى توصل 12 نقطة. 12 نقطة الهلال عنده كام نقطة؟ عنده 9 نقط. 9 نقط. اذا مباراة الهلال هتفضل بنفس القيمة الكبيرة الخاصة بيها، وان الهلال لو كسب النادي الأهلي في حالة الأهلي كان كسب بلاتينيوم الهلال هيصعد. أنا مش بتكلم بس على قيمة إن أنت توصل لرقم 12 يا كبير. أنا بتكلم على في أنا بتكلم على المنافسة محتدمة للأهلي. ما هو أنا مش بتكلم على على فقط منافسة. أنا بتكلم على مجموعة معطيات للنادي الأهلي. النادي الأهلي بهيبته وشخصيته لازم كان يحقق فوز خارج الأرض. طبعا. ما ينفعش إن الهلال يخرج يفوز على بلاتينيوم، ما ينفعش إن النجم يخرج يفوز على بلاتينيوم. الفوز بيجيب فوز، وانا في الفتره دي في ظل ابتعاد النادي الاهلي عن بطوله دوري ابطال افريقيا، انا النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهور الجمهور جمهور القلعه الحمراء، رغم ان النادي الاهلي خلال فتره ابتعاده عن تحقيق لقب البطوله ووصوله مرتين لنهائي البطوله، لكن ده لا يرضي طموح جماهير النادي الاهلي. أكيد. اللي يرضي طموح جماهير النادي الاهلي هو تحقيق اللقب. عشان تحقق اللقب لازم تبعت مسج، لازم تبعت رسائل لكل المنافسين، انا النادي الاهلي انا بكسب بره وبكسب جوه، ليا فلسفتي، ليا طريقتي، ليا شخصيتي. كل الامور دي شويه بنمشي على الخط وبنسيب خط، او بنمشي على سطر وبنسيب سطر. الاهلي بيكسب هنا بشيء طبيعي بشيء ايجابي، بيخرج بره مباراه النجم من وجهه نظري المباراه الاولى النادي الاهلي اداها رغم النقص العددي. صح. من وجهه نظري. صح. افضل من مباراه النجم هنا في القاهره على ملعب السلام باسباب. انا اعتقد ان احنا نفسنا كان لينا دور ان احنا نخلي النجم يظهر بالشكل اللي ظهر بيه. يعني اعتقد ان النادي الاهلي كان ببساطه شديده جدا يقدر ان هو يخلص المباراه بدري، يخلص المباراه باكثر من هدف. ما عجبنيش ان المبادره في المباريات دي تاريخيا، وطبعا في كتير من نجوم الكره المصريه اتكلموا عن مباراه الاهلي والنجم، لكن في المباراه دي تحديدا، مباراه على ارضك، مباراه وسط جمهورك، المبادره مهمه جدا، الربع ساعه الاولانيه مهمه جدا. ما كانش عاجبني ابدا ان الربع ساعه الاولانيه تكون المبادره للنجم الساحلي باخطاء بسيطه جدا. اعتقد ان النادي الاهلي او ريني فايلر، لازم ريني فايلر وجهه نظري ان النقد الايجابي مهم جدا، النقد البناء، الضوء الاخضر. انا ما يهمنيش ان انا بعد لا قدر الله ما تحصل نتيجه سلبيه اجي اقول اصلي كان فيه وكان لازم وكان يمكن. لا، احنا موجودين في السباق
والنادي الاهلي وهو موجود في اي سباق هو فرس الرهان، هو المرشح الاول. أكيد. وفي ظل كوكبه الانديه كل ابطال افريقيا، كل الكبار موجودين في النسخه دي من دوري ابطال افريقيا، عشان النادي الاهلي يحافظ على بريقه وشخصيته وحظوظه في المنافسه دي، في بعض الامور اللي لازم فايلر ياخد باله منها. ياخد باله ان ده مش وقت روتيشن، ده مش وقت توظيف او ايجاد مراكز لبعض اللعيبه في التوقيت ده. يعني انا عارف ان مثلا مجدي قفشه هو صانع الالعاب، هو العقل المفكر للنادي الاهلي، هو مش مجرد غياب. الناس ما بتتكلمش على غياب قفشه عشان الناس بتحب قفشه او بتكره قفشه، لا، هو مؤثر فنيا. احنا بنتكلم على الصالح العام للنادي الاهلي. النادي الاهلي في المباراه كان العقل المفكر، المعقل المفكر للنادي الاهلي كان غايب في هذه المباراه، وهو ده اللي خلى النجم يخش معاك في المباراه. لازم فايلر ياخد باله كويس جدا من نقطه شديده الاهميه، ان مش في كل مباراه ظروف المباراه هتتيح ليك ان انت تعدل التغييرات اللي موجوده، الاوراق اللي موجوده معاك. انا نفسي تكون نقطه اضافيه على التشكيل سليم بمراكز واضحه، اللعيبه يتم توظيفها في المراكز اللي احنا كلنا عارفينها. يعني مثلا قفشه بيلعب تحت راس الحربه، كويس. فوجئنا ان حسين الشحات بيلعب في مركز جديد تحت راس الحربه امبارح. لا بس على فكره حسين لعب كذا مره في الدوري في المكان ده. بص من بدايات حسين الشحات وتالقه ابتدى ناحيه اليمين مع الاهلي، لعب في مكان ابتدى في الناحيه اليمين ظهير ايمن وبيلعب كجناح ايمن، وده تالقه مع العين، وده السبب اللي النادي الاهلي جابه هنا عشان يتالق مع النادي الاهلي، ما جابوش ابدا عشان يلعب في الحته دي كصانع العاب. اجرب حسين الشحات في مباراه ديربي، مباراه بالقوه دي علامه استفهام بالنسبه لي. مجدي قفشه هي ما كانتش تجربه حسين الشحات، لان حسين قلت لك لعب في المكان ده اكتر من مره مع النادي الاهلي. دي وجهه، مش وجهه نظر، ده واقع. الاهلي فعلا او فايلر بالتحديد لاعب حسين شحات في مكان اكتر. الواقع ده امبارح هل اتى بثمار ايجابيه ام بثمار سلبيه من حيث الاداء؟ ايوه، لا مش ده اداء النادي الاهلي. جميل، يبقى قولا واحدا اتى بثمار سلبيه، لكن انت في مرحله الغريب بقى فيها منافسه قويه جدا وحاسمه، هل الاداء اهم ولا النتيجه اهم؟ لا الاثنين. الاثنين مهمين. ليه؟ ليه ليه؟ اتفضل. لان انت لو رجعت ظروف المباراه امبارح، لولا الانقاذ الرائع للشناوي مره واثنين في بدايه المباراه، انت كنت دخلت في حسبه بيرما في مشكله انت في غنى عنها. انت المبادره كانت مفروض ليك. بعض الاخطاء اللي انا من وجهه نظري، لا يعني فايلر حتى عانت في تغييراته، بدليل ان هو فايلر نفسه سخن كهربا في اول 20 دقيقه او 25 دقيقه، وبعد ما تم احراز الهدف في افضل خمس دقائق للنادي الاهلي في المباراه ككل من الدقيقه 30 للدقيقه 35 اللي هي الفرصه بتاع حسين الشحات، وبعد كده هدف اجايه، وبعد كده فرصه عمرو السولية اللي كانت ممكن تنقل المباراه لحته ثانيه باهداف ثانيه بطموحات ثانيه من هذه المباراه، لكن فايلر قعد كهربا وما نزل كهربا، دفع بيه ناحيه اليمنى. احنا متعودين كهربا دايما يا اما جناح ايسر يا اما موجود كمهاجم. الفتره الاخيره كنا متعودين ان وليد سليمان بيلعب الحته بتاع تحت راس الحربه مكان قفشه، برضو اصر ان هو يلعب في الحته دي، ودى وليد سليمان كجناح ايسر بيلعب في الحته دي، لكن الفتره اللي فاتت كنا دايما في حساباتنا وليد سليمان قفشه في الحته دي. طب هل الاختيارات دي ممكن تكون مترتبه على المنافس اللي انت بتلعبه، القدرات الخاصه بيه سواء هجوميا او دفاعيا، فبالتالي بتحدد مراكز اللاعبين في كل مباراه على حسب المنافس لما بتتفرج عليه وبتتابعه وبتذاكره؟ بص يا امير، من خبراتي في التعامل مع احد اهم المدربين في تاريخ الكره المصريه وتاريخ الكره الاهلاويه، مستر مانويل جوزيه. طب مستر مانويل جوزيه في المباريات الكبيره والدربيات الكبيره ما كانش بيلعب كتير في مراكز اللعيبه، وما كانش يعني عمرك مثلا يعني معروف ابو تريكه مركز ايه، اما كان بيحب يستفيد بمتعب وفلافيو، كان بركات بدل ما كان بيلعب كجناح ايمن بيرجع بيستعين بيه كظهير ايمن، بيحاول يستفيد من كل لاعب في المراكز اللي متعارف عليها، ما كانش بيفاجئنا. عشان كده تلاقي النجاحات اللي حققها النادي الاهلي مع مانويل جوزيه كانت نجاحات غير عاديه وصعب ان هي تتكرر. اللي انا عاوز اوصله للمستر فايلر، فايلر لسه ما كملش 20 مباراه مع النادي الاهلي، عدى 20 كده، 21 تقريبا. طيب 20 او 21 مباراه في افريقيا كام؟ ظروف افريقيا مختلفه. اتمنى من لجنه التخطيط في النادي الاهلي ان هي تقعد معاه، لان دوري ابطال افريقيا الفتره اللي فاتت كان لسه بطوله دوري ابطال افريقيا، يعمل الروتيشن اللي هو عاوزه في الدوري.
أوكي. لكن دوري ابطال افريقيا المرحله دي مرحله ان في نجوم بعينهم. يعني انا كنت لو تسالني مثلا ايه كنت تفضل مين في مباراه امس او ممكن تفضل مين التشكيل اللي انا ممكن ارشحه في مباراه الاهلي كوجهه نظر كوجهه نظري انا كنت اتمنى مثلا ان قفشه يبدا في المباراه. كنت اتمنى ان انا اشوف كهربا ناحيه الشمال. كنت اتمنى اشوف حسين الشحات في مركزه الطبيعي ناحيه اليمين. كنت اتمنى اشوف أجايه كراس حربة هو اللي عودنا في المباريات دي وفي الدربيات دي. أتمنى إن في المرحلة اللي جاية في مباراة الهلال يكون الاختيارات دقيقة جدا لأنك أنت محتاج اللاعب الجاهز الفت 100%. أتمنى إن شاء الله محمد الشناوي بالمستويات المختلفة طبعا. مستويات مميزة جدا. محمد الشناوي الحارس الأفضل في القارة السمراء وفوزه مع منتخبنا الوطني بلقب أفضل حارس أمم أفريقيا الأخيرة فرق معاه معنويا بشكل كبير جدا وخلاه يروح في حتة تانية. وجود محمد الشناوي بقدرته وتميزه في الفترة الأخيرة أتمنى من رامي ربيعة. أنا أثق في إمكانيات رامي ربيعة إن هو عنده أفضل من المستوى ده 10 مرات. رامي ربيعة بإمكانياته وبقدراته وبخبراته اللي خدها مع الجيل اللي حقق نجاحات مدوية في طبعاً. أفريقيا عنده أفضل من كده. عنده طبعاً أفضل من كده بكتير. عنده أتمنى أفضل. إعطاء الفرصة لمحمود متولي كاتنين مساكين. أتمنى أن أشوف أحمد فتحي لأن ده مباراة خبرة. أتمنى أن أشوف علي معلول. ماشي. أتمنى أشوف أليو ديانج عمرو السولية. من حيث التمني. أفشة. من حيث التمني. كهربا. إحنا كلنا بنتمنى حاجات كتير جداً. أجاي. كلنا بنتمنى حاجات كتير جدا. يعني كلنا بنقعد نتكلم بخصوص مثلا ان لعيب فلاني يلعب لا طب يا ريت ده اللي يلعب بالكلام من ده. لكن دايما بتبقى رؤيه الجهاز الفني هو اللي قريب من الفرقه أكيد. لكن ده ايضا دليل على شيء ايجابي جدا في النادي الاهلي دلوقتي وهو الوفره الكبيره اللي موجوده. ده يحسب في القايمه. بص اللي خليتك مثلا انت تقول تشكيل من وجهه نظرك خليت مثلا واحد اداره النادي الاهلي للامانه الكابتن محمود الخطيب اوفى بالوعد والصفقات المحترفين. انت لسه المهاجم اليو بادجي واعتقد ان الثلاث دقائق رايك في الثلاث دقائق؟ والله بص انا عملت حاجه يعني اعتقد ان هي انت قيمته في ثلاث دقائق. لا انا قيمته من اول ما جه النادي الاهلي بالصوره عجبني قوي شياكته بالصوره عارف انت شياكته بس دايما كده ايه في ملامح كده المظهر بيديك جزء من شخصية البني آدم. هو واضح ان هو حد ليه شخصية. مش شخصية بس في الملعب. الانطباع الاولاني ان هو شخصيته حرصه على مظهره. لكن في الملعب من الفيديوهات اللي موجودة لاعب بمواصفات بدنية كان النادي الاهلي في امس واشد الحاجة اليها. اعتقد اني انا متفائل. ممكن يحقق او يكرر نجاحات بلافيو الا ان هو يقعد سنه ما يسجلش غير هذا. دي الصوره دي يعني انا عجبني في بادجي الامور دي اللمسات البسيطه القليله بتقول ان هو لاعب كوره جيد. اتمنى منه فوت ورك بتاعه كويس كنترول ممتاز. لكن خلينا نتكلم على نقطه ثانيه. الكابتن محمود الخطيب بنجاحاته وبادارته للنادي الاهلي ووجوده يوم والتالت في تدريبات فريق الكرة ده يحسب للكابتن محمود الخطيب. لسه انت كنت النهارده بتقول خبر عن حرصه على الاطمئنان على الشناوي. يعني الكابتن الخطيب ما كلمش الكابتن سيد عبد الحفيظ. لا الكابتن الخطيب بيبقى حريص ان هو يطمن على اولاده بنفسه. حريص ان هو يشوف التمرينات بنفسه. حريص ان هو يقف على كل كبيره كل صغيره. امر ايجابي جدا في الحقيقه. شيء شديد الايجابيه واتمنى من لعيبه النادي الاهلي لان لعيبه النادي الاهلي بص احنا بنتكلم بنقول بايلر وبنقول اداره النادي الاهلي لكن في الاول الادوات التنفيذيه اللي هتحقق الاحلام اللي هتترجم الاحلام لواقع هي لعيبه النادي الاهلي. طبعا رساله واضحه لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عنده حلم واضح هو دوري ابطال افريقيا. الحلم ده بيتطلب مزيد من الاصرار، مزيد من الاراده، مزيد من التحدي، مزيد من الروح. العناصر دي طالما النادي الاهلي تميز بيها عن كل اقرانه، عن كل منافسيه على مدار التاريخ. دي كلمه السر اللي خلت الاهلي النهارده نادي القرن في افريقيا. دي كلمه السر اللي خلت النادي الاهلي هو متصدر الانديه الافريقيه من حيث
عدد البطولات دي كلمة السر اللي خلت الأهلي يوما ما لغاية فترة قريبة كان بنتكلم على الأكثر تتويجا على المستوى العالم. لعيبة النادي الأهلي تدرك هذه الرسالة؟ أعتقد أن إن شاء الله الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله والفوز على الهلال السوداني في السودان. إن شاء الله كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي وإن شاء الله يحققوا كل طموحات وأحلام جمهور النادي الأهلي. وهي في الحقيقة فرصة بالنسبة لأي لاعب زي ما قلت على مدار حلقة اليوم كده، هي فرصة لأي لاعب داخل النادي الأهلي أنه يسطر تاريخ لنفسه. النادي الأهلي عنده ألقاب كثيرة وبطولات كتيره جدا، لكن هي فرص للاعبين ان هم يقدروا يكتبوا اساميهم من حروف من ذهب داخل القلعه الحمراء، وده مهم جدا. في الجيل الحالي موجوده لعيبه عصرت فتره النجاحات المدويه مع مستر مانويل جوزيه، موجود انت بتتكلم على حسام عاشور، فتحي، وليد سليمان 36 لقب، احمد فتحي، وليد سليمان، اكرامي. عاوزين الفترة دي العوامل المعنوية للعيبة، اللعيبة الكبار دورهم، التحفيز، الجميع يكون على قلب رجل واحد. اعتقد ان العوامل دي تفرق النادي الاهلي وترجح كفته ان شاء الله بإذن على اي منافس ان شاء الله. ده ملف النادي الاهلي وان شاء الله يفرحونا يوم السبت اللي جاي، مباراه مصيريه ومهمه جدا امام الهلال، واثقين كل الثقه في مستر فيلر في اللاعبين، وان شاء الله يكونوا موفقين. بس اهم شيء في مباراه اليوم السبت القادم، تعال بقى نروح لملفات اخرى مهمه جدا انا معاك ومشتعله جدا. بالتحديد فيما يتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم وبعض القرارات اللجنه الخماسيه، يعني تحديدا موضوع الفار، شايف ان ممكن يطبق فعلا من بدايه الدور الثاني ولا الامر صعب؟ والله بص انا عاوز اقول لك حاجه، احنا كل شويه بنقول حاجه جديده وكاننا بنمهد ان هل ممكن الفار مثلا نشوفه بدايه الموسم القادم. انا لو انت تسالني الخيار الافضل بالنسبه للفار يبقى مع اول موسم، يبقى الموسم القادم. احنا بنتكلم على تقنيه جديده، واللي معتقد ان تقنيه الفار هتنهي حاله الجدل التحكيمي لا في مصر، لا هتبقى موجوده برضه. انا اعتقد بس نسب الاخطاء هتقل شويه. لا انا مش بتكلم على نسب الاخطاء، انا بتكلم على التعامل مع التقنيه. انت تكفي، انا بتكلم على يا امير احنا لغايه دلوقتي عايشين فتره ان انت عارف ان النادي الاهلي عنده مباراه شديده الاهميه مع النجم الساحلي، ففجاه تحط له مباراه بعد كده تأجلها. وبعد كده تاجلها. نفس اللي اجل هو اللي رحل، هو اللي جاب المباراه في الموعد ده، هو اللي اجل المباراه دي. دي امور ساذجه جدا، بسيطه جدا. احنا عندنا بعض المشاكل اللي بشيء من التركيز مش هتحصل في الكوره في مصر. انت جاي بقى بتكلمني على فار وتحكيم وهيتطبق ازاي، والحكم بقى اما يحصل خطا بقى هيعمل الاشاره دي ويقف يستنى قد ايه؟ 30 ثانيه ولا دقيقه ولا اكتر شويه ولا اقل شويه؟ طب المنافس اللي هو اللي صالحه الخطا هيكون التعامل ازاي؟ الجهاز الفني، اللاعبين، الاجواء. انت بتتكلم على الثقافه اللي عندنا عند اللاعبين. ده دي الازمه الحقيقيه اللي احنا بنعاني منها. وازمه الثواب والعقاب، الثواب والعقاب، مع اني واتمنى من كل ادارات الانديه في مصر اقعد مع مدربك، اقعد مع جهازك الثواب الاداري. الثواب والعقاب منين؟ من الانديه ولا من الاتحاد ولا من لجنه الانضباط؟ لا انا بتكلم من اتحاد مسؤول عن اداره اللعبه، عن اداره الشؤون التنظيميه للعبه. ليه واحنا هنا بننفذ سياسه الثواب والعقاب؟ لا احنا لغايه فتره قريبه جدا كنا بنحل مشاكلنا بقعدات العرب ببساطه شديده جدا. لو حقك عليا وبمكالمه تليفونيه واتصل بفلان الفلاني وممكن تتاجل لي شويه، وما بقتش عارف هل احنا نمشي بنظام ان المسابقات ليها قواعد ما تتغيرش، ولا نيجي الموسم اللي بعده اما الامور والمصالح. في حد من كام يوم كان بيتكلم عن المصالح اللي بتتعارض. انت جاي تكلمني دلوقتي عن المصالح اللي تتعارض وهي طول عمرها المصالح بتتعارض؟ يعني انا الكوره في مصر لازم يتحط ثوابت ونظام واضح. امتى تتحط الثوابت دي؟ اما يجي احنا كل فتره يا ماجد بنقعد نقول لازم في ثوابت، لازم في قرارات. اما يجي مجلس اداره لاتحاد كره القدم المصري بيشتغل للكره المصريه. هم المجالس اللي قبل كده كانت بتشتغل ليه؟ لا بص، كل مجلس بيجي ليه حسابات،
انا كنت بتابع تصريحات للمهندس احمد مجاهد وهو بيتكلم عن تعارض المصالح. فتسأل هو بند تعارض المصالح اللي انتم بتتكلموا عليه عن الاعلاميين هو البند ده يعني موجود دلوقتي ولا موجود من زمان؟ قال لك لا من زمان. قال لك طب ما طبقتوش ليه؟ قال لك اصل ايه يعني المجالس المنتخبه يعني صعب ان هي تطبق مثل هذه الامور لان الحساسيه الانتخابيه. لا اللي بيجي على كرسي واللي بيجي على مقعد بيشتغل لصالح الكره المصريه، وانت جاي تكلمني دلوقتي على تعارض المصالح بين بعض الاعلاميين وبعض الامور الخاصه باتحاد الكوره. طب اعتقد يعني لغايه وقت قريب يعني مجالس المنتخبه كانت بترضي اعضاء الجمعيه العموميه. لا لا بس دي واحده بس يا امير عشان اكمل مش الكره المصريه. لا اكمل بس النقطه دي عشان النقطه دي شديده الاهميه. الفتره قريبه جدا في المجلس اللي كان فيه الاستاذ احمد مجاهد وعشان اكثر وضوحا قبل اجراء الانتخابات التكميليه، كلمني عن كام عضو من اعضاء مجلس الاداره كان بيشتغل في الاعلام، وكام عضو من اعضاء مجلس الاداره كان مرتبط شغله بالشركه الراعيه لاتحاد كره القدم. على فكره انا ده يعني مش شايفه غلط، يعني في حد مميز اعلاميا بياخد فرصته، لكن الغلط ان انا اجي حاجه انا كنت بعملها اجي اتبرأ منها لمصالح ما. ايه هي المصالح دي؟ بعد ما الكابتن احمد شوبير استاذ العزيز اللي بفتخر بيه دوما وانا كلامي اكيد قيمه كبيره وانا كلامي على الكابتن احمد شوبير يعني انا شهادتي مجروحه عن الكابتن احمد شوبير، لكن يعلم ربنا سبحانه وتعالى ان انا هتكلم عن تجربه انا عشتها واعلم مدى قدرته اداريا على اعاده الانضباط اللي مفقود في الكره المصريه. واعلان الكابتن شوبير على ترشحه في الانتخابات القادمه على رئاسه الاتحاد المصري لكره القدم احدث حاله من اللغط لدى معسكرات اخرى كانت تعتقد ان المنصب ده حكر على البعض. وخليني اتكلم بصراحه على المهندس هاني بوريده اللي باكن ليه كل دخلتنا انت كده في الانتخابات ماشي اوكي مفيش مشكله. المهندس هاني بوريده انا باكن ليه كل تقدير وكل احترام. لكن اداره الكره المصريه طبعا المهندس هاني بوجوده في الاتحاد الدولي بوجوده في الكاف بكاريزمته بمسؤولياته كل حاجة أنت عاوز تتكلم عنها. لكن أنا بتكلم على كرة مصرية بتعيش معاناة تنظيمية بحتة. إحنا سنين طويلة كل مجلس بيجي بيتكلم على إيه؟ إعادة هيكلة اتحاد الكرة. إعادة الهيكلة دي حصل فيها إيه؟ تلاقي إن ما حصلش فيها أي حاجة. لكن دخلنا دلوقتي في أجواء انتخابية. طالما الكابتن شوبير اللي بالتأكيد وجوده هينقل الصراع الانتخابي حال ترشح الكابتن أحمد شوبير حال ترشح المهندس هاني بوريده، انت بتتكلم على منافسه ضاريه. طبعا قويه جدا. منافسه ضاريه. وكلمه في الاخر للجمعيه العموميه اكيد. واللي بيتكلم ان الامور محسومه دي تصريحات لا مش منطقي الكلام ده. شديده الانسجام. منافسه قويه. اثنين يعني قيمه كبيره جدا سواء كابتن احمد شوبير او المهندس هاني بوريده. وليهم دورهم لكن. ليهم كل التقدير والاحترام كمان الاثنين. المهندس هاني بوريده الشيء اللي هو بيؤخذ عليه هو خد فرصته. ودار الكرة المصرية من منطق بس الراجل حقه لو عايز ينزل انتخابات تاني لا جدال على ده. لكن انا بتكلم على نقطة واضحة. انت عارف دايما ان الرجل الاول عندنا لسه لغاية دلوقتي بيبقى هو ليه رؤيته وهو ليه قراره. قصة العمل الجماعي دي شوية غايبة في الكرة المصرية. تمام. لكن انت بتتكلم على فترة كان هو اللي بيدير كان هو الرجل الاول. حصل ما حدث وكنت اتمنى من المهندس احمد مجاهد وهو بيتكلم على نجاحات الاتحاد تحت رئاسه المهندس هاني بوريده وان احنا وصلنا كاس العالم وان احنا خدنا تاني افريقيا، يتكلم بقى على باقي الامور وباقي الازمات والمشاكل التنظيميه اللي كانت حاصله في المسابقات وكتير من الامور ان انا ما احبش ان انا اتكلم عنها. لكن كان مطلوب منه طالما انا اتكلمت عن ايجابيات كان لازم اقول لك احنا وقعنا في سلبيات 1 2 3 طبعا كان في ايجابيات وكان في سلبيات وده بيبقى امر يعني. احترام طبعًا. اكثر لكل طرف او لكل شخص او لكل مسؤول عنده طموح مشروع ان هو يقود مسيره الكره المصريه. لكن الهدف كله ان انا اخرج يبقى في تصريحات هنا وتصريحات هنا. لا انا احب انا كناقد رياضي انا كراجل اعلامي دايما تغير الوجوه في المناصب بيديك اريحيه بالذات في الكره المصريه. حلو. المهندس هاني بوريده بكل انشغالاته بكل المناصب اللي موجوده ما شاء الله وربنا يزيده اعتقد ان مش هيبقى متفرغ وده اللي شفناه كلنا. بس خليني اقول لك يا ماجد برضو دي الأخير. بتبقى وجهه نظر مثلا صحفيه او كناقد رياضي او كاعلامي دي وجهه نظرك لكن في الاخر الكلمه الاولى والاخيره اعضاء الجمعيه العموميه هم بيشوفوا الاصلح ونتمنى ان هم يفكروا في كلمه الاصلح للكره المصريه
ويسندوه، سواء كابتن احمد شوبير، المهندس ثاني ابو رضا، حد غيرهم ينزل الانتخابات، ايا كان مين اللي هيكون موجود، المهم ان هو يكون بيعمل لصالح الكره المصريه، وده الامر الاهم. ده فيما يتعلق بالانتخابات، والكلام عن الانتخابات سابق لاوانه شويه. اذا لم يحدث توافق وانا خبراتي في المجال الاعلامي علمتني، اذا لم يحدث توافق في المساله دي مين يترشح على منصب الرئيس، سواء المهندس ثاني ابو رضا او الكابتن احمد شوبير، هنكون احنا داخلين على منافسه. هي انت بتتكلم قويه جدا، ده امر مفروغ منه. انا بقول لك لا، من اللحظه دي لا، في منافسه طبعا شرسه جدا، قويه جدا جدا جدا. كل يوم بيمر تبدا تتكلم على ترجيح كفه على حساب طرف على حساب الطرف، لكن اللي بيتكلم عن حسم الامر لطرف عن على حساب اخر هو واهم. طيب انا عايز اتكلم معاك بخصوص بعض الملفات اللي في ايد الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه الحاليه ان هي تنتهي منها، يعني مثلا ملف زي الكره الموحده ده. ليه من بدري ما خلصناش من القصه دي، خصوصا الموافقات كلها موجوده والشركه جت واتعقدت وكل حاجه تمام، ايه اللي ياخر ملفات زي دي؟ ما بنحسمش بسرعه ليه يعني؟ بص هقول لك انا حاجه. احنا عندنا الامور اما بنيجي ان نتعامل او نتخذ فيها قرار لازم ايه، احنا عندنا شويه ناخد وقت كبير في بالنا طويل قوي. بالنا طويل، ولجنه بينبثق عنها لجنه، وبعد كده بيبقى القرار ايه، يعني اتمنى ان يبقى فيه احترام اكتر لقيمه الوقت، وكمان وانا بتخذ القرار دايما دايما يكون عيني وراسي ان في ناس كتير جدا، في اعلاميين وفي برامج وفي سوشيال ميديا، وخلي بالك من السوشيال ميديا دي قوي تمام، ان ما حدش هيعدي ولا حاجه كبيره ولا حاجه صغيره. وخصوصا ان كان في وعود قبل كده بالنسبه للجنه الخماسيه، زي ما كان في وعود للاتحاد المصري السابق، والوعود ما بتتنفذش في الحقيقه او بتتاخر بشكل كبير. لا انا يا اما ادرس كويس واقول ميعاد محدد وبقد الميعاد ده، يا اما اقول انا لسه بدرس وما اعرفش الميعاد امتى وهيتم الاعلان عنه بشكل نهائي، بدل اللغط اللي احنا فيه، سواء بموضوع الفار، موضوع الكره الموحده، موضوع مش عارف كذا ملف في الحقيقه. لا هو انا عاجبني بس في اللجنه الخماسيه اللي هم بيظهروا في توقيتات بعينها وبيختفوا في توقيتات بعينها تمام. يعني مثلا المنتخب الوطني، واكيد ده ملف انت هتطرحه دلوقتي، يعني تصفيات كاس المؤهله لكاس العالم، تصفيات المؤهله لامم افريقيا، وانا في خبر ادهشني مثلا اللي هو الكابتن حسام البدري هيسافر لندن عشان يتابع المحترفين. ده ادهش ناس كتير طبعا. يعني مثلا هو لما يسافر هيسافر مثلا، اعتقد ان الدوري الانجليزي مذيع صح؟ طبعا بشكل جيد يعني، والملخصات لو هو ما لحقش يتفرج على الماتش على الهواء ممكن يتفرج عليها على اليوتيوب او يعني واضح، وخصوصا ان هناك محمد صلاح يعني مش محتاج يعني هو مثلا لو حضر مش محتاج يعني هو مثلا حجازي. لو حضر مباراه لمحمد صلاح مع ليفربول وصلاح كان جنبه مش موافق مثلا، هيقول لك انا استبعد محمد صلاح؟ لا طبعا. ده محمد النني ما لمسش كوره مع الارسنال وكان بيجي وبيلعب اساسي. فشويه امور، احنا الوقت ده بدل ما الكابتن حسام يروح رحله خارجيه في لندن، عندك الدوري المصري كابتن جوهري الله يمسيه بالخير اكتشف لنا احمد حسام ميدو الله يرحمه، اكتشف لنا احمد حسام ميدو عنده 17 سنه مهاجم كان بيلعب اساسي، اتكلم احمد فتحي لاعب منتخب مصر عنده 17 سنه، انا نفسي اشوف العناصر دي، اشوف الفكر ده، الدوري المصري يقدر يفرز لعيبه جيده تقدر تعيد الهيبه اللي مفقوده للمنتخب الوطني الاول، لان خلينا نتكلم بشكل واضح جدا، الكره المصريه المنتخب الوطني الاول بالنتائج اللي حصلت بالنتائج اللي اتحققت، احنا عندنا بعض المشاكل ينبغي تداركها في اسرع وقت ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه. نتمنى كل التوفيق للجنه الخماسيه للكابتن حسام البدري، وكمان نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، خصوصا ان هو اسبوع هام ومصيري في مستقبل النادي الاهلي الافريقي. يا ماجد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. اخيرا وانا بشكرك، النادي الاهلي قادر ان هو يعبر ان شاء الله الهلال طبعًا. السوداني كلنا ثقه في مستر ريني فايلر في اللعيبه، وان شاء الله يفرحونا والاهلي يكون يصعد لدور الثمانيه كمتصدر للمجموعه مش بإذن. كمركز تاني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. بشكرك يا ماجد، شكرا جزيلا، نورتنا. عفوا، سعيد انك كنت موجود. احنا اسعد بكل تاكيد. كان ضيفنا العزيز ماجد غراب الناقد الرياضي بروز اليوسف، اتكلمنا معاه في بعض الامور الهامه جدا في ملفات مختلفه في الكره المصريه، وتحديدا اتكلمنا بخصوص النادي الاهلي والفتره الحاليه الحاسمه بالنسبه للفريق باذن الله تعالى. اتمنى لهم كل التوفيق. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده، استنونا، الى اللقاء.